سويتهم طحين خريج المدرسة القديمة. يو تيكا اقلب البيت عشان نقلب الفلو. الراب ينزق بأحرفي للمجال نطق النجاة، ثقافة الحرب بها اصطفي على مثيرين الاشتباه، عشان كذا اللي يعتدي فاشل بيلفت انتباه، في حضوري تنغلق افواه ينجر خصمي على قفاه في اي اتجاه، اذا خطت خطى قدمي ينجرف الاخضر واليابس، واللي شككوا في قلمي تضح شكهم ناقص، اوجه السحب بقدمي اجتمع اليائس والبائس على جثثهم ارفع علمي هدي مملكة الداعس، مصلح اجتماعي مستفز لاعدائي باندفاعي، دست الكل بحذائي جرعتهم دائم انطباعي، قوي هجائي منفرد بدائي للاولد انتمائي، ربي طبيعي ما هو صناعي والحق اجيبه بصراعي. ايوه ادرينالين يا حبيبي فلاش على المايك هنا. السلام عليكم، واتس بابن، كيف الحال، اخبار، ايش مسوين، عساكم بخير. واتس جود، اخبار ايش مسوين، عساكم بخير. على طول على طول على طول على طول ابغى التركيز، مو على التراك، ما ابغى التركيز على التراك، عرفت، ما ابغى التركيز على التراك. انا اي نو اني عدت الكلام هذا اكثر من مره، بس برضو كنت بسويها فيديو لحاله، بس قلت ايش دام انه بينزل الفيديو هذا خلني ادمج الكلام مع الفيديو تبع الرياكشن عشان اتاكد انه الشباب بيتفرجوا، فهمت علي؟ I want to address the people اللي بيتفرج او المشاهدين اللي بيتفرجوا، وابغى افتح عينهم لكم شغله، فهمت علي؟ مو بانه انا الفاهم، بس في اشياء انه باين انه ما حد مركب ما شافه يعني. ايوه وارنر بالضبط، او بس على السريع كذا كلام سريع، فهمت علي؟ ونخش على التراك. سو اللي حضر اخر 3 ستريمات، الكلام هذا مو بليكم، اوريدي تكلمنا عن الموضوع هذا، يو نو، عشان بس كسلان اروح انزل الستريم الماضي واقص وازيد على الرياكشن، ابغى مره واحده كذا وان تيك معاكم، فهمت علي، في نفس الليله يعني. سو كلنا نعرف او كلنا شفنا الرياكشن حق الجمهور لما نعرف انه كلاش بيغني او بيكون فيتشر في تراك لوحده لمغنيه او مؤديه راب، فهمت علي؟ فالشباب كلهم كانوا مركزين على الموضوع هذا، او الكومنت سكشن هو كان مركز على الشغله هذه، تمام؟ والكومنتات يعني 99%، فهمت علي؟ 99.99% نفس الانتقاد، انه انت قلت الراب لو طلع من بنت يموت بصراحة، ما توقعتهاش منك، اوكي؟ الدنيا دوارة يا كلوشة، تتكلم عن اللي يطلعون مع بنات وصرت زيهم، الله يهديك. والله يا كلاش كنت ماشي صح بس صرت مسخرة. يو تشل في 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 عرفت؟ عشان اللي صاير في المجتمع نظام قاعد يعني they are quoting يقتبسوا من التراك هذاك اللي مع الرند، عرفت؟ هذا اللي يمشي بالمبدأ وقاعد يضحكوا، عرفت؟ أولا كلاش أنا حضرت له ستريم أو بث على قناته، عرفت؟ قبل ما يعلن موضوع السرات، بس كان لابس فنيلة السرات، اللي يذكر اللي يحضر ستريمات كلاش الفنيلة كان لابس فنيلة بيضة ومكتوب بالأسود سرات. سأله واحد كتب له يعني إنه لو واحدة غنت معك أو طلبت فيت هل راح تتوافق؟ هو قال إيوه، قال ما عندي مشكلة، خلاص تشيل عودي، تشيل 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 عودي، يو ارفع علومك، خلنا نحترم الرجال يعني، بليز 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 بليز، لأنه الفيديو عنا، الفيديو عنا، أوكي؟ هو قال ما عندي مشكلة، أوكي؟ قال إنه لو تغني راب مو باستعراض يعني، يو نو، استعراض أشياء ثانية، ويكون استعراض يعني هيب هوب هيد مثلاً أو رابرة، ما عندي مشكلة، رابرة أهم شيء، عرفت؟ فما أدري مين اللي قال لهم إنه كلاش عنده إنه قال أنا مبدئي ما أغني مع وحدة وما أدري إيش، لأني والله العظيم سمعته يقول ما عندي أي مشكلة. اوكي بس لكن اذكر انت قلتوا لي وريتوني انه كان يقول انه ما راح اغني مع واحده، بس انا اللي سمعته قال ما عندي مشكله as long as she's rapping، فهمت علي؟ رابر وهكذا. المهم في صوره اكبر، اوكي، في صوره اكبر اللي هي موجوده هنا. اولا واحد اسمه مروان السيد، فهمت علي؟ واحد من مصر، بروديوسر معروف، يو نو، وكوينجي مؤدية
عندها اسمها في السين، احد الاسامي المهمه في السين الكويتي، عندها تراكات فاير، عندها اعمال مع يعني بروديوس، في اخر عمل لها او العمل قبله كان بروديوس باي بي كي السوداني، فهمت علي؟ عندها فيتشر مع بلاك بي يو، فرابر من ناحيه رابر شيز رابر، فهمت علي؟ بس في شيء اكبر، في شيء اكبر ان الموضوع كله، عرفت؟ كولابوريشن او تعاون مع مين؟ كيك ستارتنج اور كولابوريشن وذ وارنر ميوزك. يا جماعه وارنر ميوزك، مين وارنر؟ مين وارنر ميوزك؟ وليش الحماس الزايد هذا وبلا بلا 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 بلا؟ وارنر ميوزك اللي هم هذولي، لما تشغل فيلم، بداية الفيلم كيف يجيك؟ يجيك الصورة هذه صح؟ كلاش صور أو وقع مع هذولي. تقدر تتخيل معي أنه كلاشنكوف يو الراب الراب أفضل واحد، صاحب القاعدة الجمهورية الكبيرة، أخيرا صار سوى خطوة يعني بعد سرات، وسرات هذا موضوع ثاني، بعد سرات بعد هذا كله، وارنر بروز أو الفرع الموسيقي تبعهم اللي هو وارنر ميوزك سووا معاه تراك، سووا معاه تعاون، أوكي؟ وارنر ميوزك هذولي أريب يعني أو مينا هذولي مسوين أو موقعين مع رابرز قلائل، ممكن ينعدوا على يد واحدة، أصابع يد واحدة. أول واحد سمعت اسمه موجود يعني معهم كان سينابتيك، وهذا ثاني اسم مع انا عرفته مع وارنر بروز. فالشيت از تو بيج، الموضوع اكبر من انه عرفت وهكذا. فالمفروض الناس تنبسط له صراحه، المفروض الناس تنبسط الكلاش، بس برضو تعليقات، انا ما شفت بعد التعليقات بعد الفيديو هذا او التيزر هذا، فهمت علي؟ بس قاعد شفت ردة فعل بالنسبه للسرات، سرات برودكشن هذولي هذه شركة شركة جديدة صح؟ تبع كلاش، طيب بس خليني اروح على هذا سرات 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 من انت، ايوه سرات برودكشن هاوس، هذا اول برودكشن هاوس او هذا برودكشن هاوس تبع كلاش او تبع الغربية او الويسكوز جيز، تمام؟ هذولي كمان عندهم اعمال كانت تحصل ما يعني ما خلف السين العربي كله، فهمت علي؟ يعني تعاونات مثلا اخر تعاون في تعاون لهم ما ادري لو موجود هنا ولا لا، بس كان في تعاون مع الافترماث شركة دري وامنم، فهمت علي؟ يعني انتم مستوعبين الكلام اللي اقوله، يعني انه في عمل نعمل مع التعاون او بالتعاون مع الافترماث الشركة تبع امينيم ودكتور دري، جابوا منهم بروديوسرز عشان يهندسوا على التراكات تبع الويسكوز جيز او ايا كان، بس صارت لها يد في البروجكت كله. يعني الناس صعبة على هذا كله، فهمت علي؟ صعبة على البرودكشن هاوس، صعبة على فكرة انه كلاش تعاون مع وارنر بروز مع سوري مروان السيد، هذا الحالة موضوع ثاني you know؟ هذا موضوع ثاني، لو ما عجبتك مثلا كوينجي عندك مروان سيد you know؟ مفروض تنبسط مروان انه مروان بيكون موجود في العمل هذا، بس ايش الغرباوي يظل غرباء. امزح 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 لا احد يدف، بس هذا يعني انه اشياء كذا ما خلف التراكات، المفروض نكون مبسوطين لهم، فهمت علي؟ مبسوطين للرابرز، لانه انا لو مثلا اكون معجب او فان لرابر واعرف اسمع له يعني من بدايته، فهمت علي؟ من بداية صعوده للفن، من ايام الساوند كلاود، من ايام الفريستالات على الانستغرام، بوم صار عنده قناة، بوم صار عنده ألبوم، بوم سوى حفلة، بوم سوى مقابلة، بوم سوى وثائقي، وانت كده تنبسط صح، تتحمس تقول يو that's my favorite rapper، اخيرا صار كذا 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 ونتمنى له كل خير ومدريش، الا
برو كمان كمان كلاش مفروض ننبسط له صراحة أو ينبسطوا له يعني الجمهور تبعه وهكذا. أتمنى القرقرة هذه يو نو ما لا تسبب انه الكومنتات تكون تقول كالعادة انه يو انت كلامه كثير او بتوقف كثير بعدين يعني عرفت. بس حبيت يعني اني اقول كلمتين هذو بس ممكن ما تعرف اتمنى انك ما تعرف والان بعد ما عرفت انبسط لكلاش وwe are happy we are happy for you يا صاحبي. new year new flow that's the question. هو already سوى فلو جديدة كون new year new flow هذا هو السؤال. الله أعلم. اقرأ الهراء اللي فوق إيش كتبتوا في الشات يعني. خلني أسوي المقدمة. وردوا يوتيوب كيف الحال أخبار إيش مسوين عساكم بخير. كلاشينكوف أو كوين جي عندها تراك جديد فيتشرينج كلاش العرب ومروان السيد اسم التراك أص شات أب أوكي هذا اسم التراك أص أوكي هذا اسم التراك نزل من 4 ساعات اوكي مروان سيد بيغني ولا بروديوسره بروديوس باي مروان سيد وريل توك ميوزك او سلاش هو نفسه صح اوكي كوينجي ريكوردد ريكوردين باي كوينجي ستوديوز عنده استوديو حقه اوكي ميكس باي جوليان هذا باين عليه ممكن ألماني أو سويسري الله أعلم. المهم ماستر باي أوكي أظن حقين الوارن بروز هذولي مع الوارن بروز. خلني نشوف على السريع الفيديو الردي مطول خلني نشوف على السريع هذا سوى الميكس جوليان أوكي حركات أوكي جوليان سويتزر أوكي جوليان سويتزر بروديوسر سونغ رايتر وميكسينج أوكي والماستر كان هذا لاكلان كاريك أوكي A&R ريتشارد حسين عاشة الأسامي ريتشارد أوكي تكلمنا كثير I know كلمات فيه أو ما في كلمات فيديو كليب أوكي ليركس فيديو كل واحد يدبر سماعته اللي ما عنده سماعة بوز يروح يدبر سماعته أو بوز تروح تدبر سماعته سباك ريلاكس أظن الفيديو التراك بيكون فرايحي you know لأنه نعرف تراكات كوينجي وكلاش ما عندهم مشكلة في موضوع التراكات الفرايحية فممكن هذا هو التراك اللي ما راح اتكلم فيه كثير بس 3 2 1 ليتس جو الرح كوينجي ها ويت في واحد قال الرح سوداني ويت مروان لا يكون سوداني خلاص سوري ليتس جو انا طير حر ضد التغييد حركت السين بستايل جديد ان غبت جبت عادتي ارجع بالثقيل ونعدت جبت اللي ما حد قبلي جابه wait just minute ليس اعلام بس يا الزلم كوين اوف زماني ما في ثاني كومبارس انت يا الفيلم wait معليش من نبره قاعد اقول مين هذا اوكي ذا واز كوين جي اوكي معليش ليتس جو ما راح اتكلم وعد انا طير حر ضد التغييد حركت السين بستايل جديد ان غبت جبت عادتي ارجع بالثقيل ونعدت جبت اللي ما حد قبلي جابه wait just minute ليس اعلام بس يا الزلم كوين اوف زماني ما في ثاني كومبارس انت يا الفيلم راح اسحب انا الزناد دور ربعك واطلب اسناد خذ لك درس من الاسياد يلا اقول سري يا بوش جي حضر لاجل عينه الى قبل يحرق الساحه مو بدينه واللي هايض وينه لجي
يوم احنا جينا هنا الجي والعرب اخوي اقول سري سري يا ابوي هنا الجي والعرب اخوي اقول سري سري يا ابوي تجي تحتك بتنحك ابوي هنا الجي والعرب اخوي اقول سري سري يا ابوي تجي تحتك بتنحك ابوي اقول سري سري يا ابوي تجي تحتك بتنحك ابوي معروف انا من اكون كلاش ذو القلب الحنون ادمي انا مالي في المشاكل عدوي اسميه زبون ولو غرك عني تصورك ما يحتاج اني ادورك يجيبك لعندي تهورك ليش تبغاني اعورك يا ابو اسمع بقولك فشلك مو ذنبي هدي غلك مو لاني لطت يقول لي كله منك فاهم غلط انت خلنا دلك اسمع بمستواي وبمجهودي ايوه افضل رابر سعودي ماني حولك ليش لازم اوقف يعني يا ابوي ويا ابوي وورد بلاي ما راح اوقف على الاسبوع نو واضحه وخلاص خلاص تخيل اوقف كل ثانيتين اقول سمعتوا ابوي وبوي اقول سري سري يا بوي تجي تحتك بتنحك بوي اقول سري سري يا بوي تجي تحتك بتنحك بوي معروف انا من اكون كلاش ذو القلب الحنون ادمي انا مالي في المشاكل عدوي اسميه زبون ولو غرك عني تصورك ما يحتاج اني ادورك يجيبك لعندي تهورك ليش تبغاني اعورك ليش اسمع بقولك فشلك مو ذنبي هدي غلك مو لاني لطت يقول لي كله منك فاهم غلط انت خلنا دلك اسمع بمستواي وبمجهودي ايوه افضل رابر سعودي ماني حولك ليش ضايقك وجودي دليل انك ادمي حسودي ترى ماني فيك اشفيك الله يشفيك فشلك ذا مشكله خاصه فيك صحنك بيض فيه اللي كفيك وقل في صحني ليش الله يهديك عندي قبول عندي اصول عندي وصول عندي حلول عندي مهارة قلبي قوي ما لحد هي طاقة او لحاقة حتى لو بطيارة فهديها بس قولي كيف تبغاها بس انا هنا مدرسة لك رابي درس يلا على فصلك وجيب واجب حضوري يحبس نفس كل من جاني في درب انتعس كل اهدافك تسلل شوف اهدافي كيف اجيبها مقص ايش هرجته ذا من اللي عصبه مستعديني بس انا ما اعرفه هدى اعصابك يا ابو خذ لك شاي نعناع اشربه نجاح متعب ولو كنا في سباق بالروس اغلبه ولو باقي وجعان مني زعلان شوف لك جدار في راسك اضربه سري هنا الجي والعراب اخوي اقول سري سري يا ابوي هنا الجي والعراب اخوي اقول سري سري يا بوي تجي تحتك بتنحك بوي اقول سري سري يا بوي تجي تحتك بتنحك بوي اقول سري سري يا بوي سؤال الشباب اللي كتبوا في الريل انه كيف تغني مع بنت ايش رايك لما واحدة تغني زي كذا ها حركت سين بستايل جديد ان غبت جبت عادتي ارجع بالثقيل وان عدت جبت اللي ما حد قبلي جابه وي جاست مينت ليش زعلان بس يا الزلم كوين اوف زماني ما في ثاني كومبارس انت يا الفيلم راح ها ايش رايك ها اتمنى الراي يكون تغير كوين جي is in our team التراك أقل ما يقال عنه أوف كلاش يا قوي العراب المهياب حرق التراك عليها نانا سؤالي كان مو بعنى هذا أنا you guys are trolling سؤالي كان إيش رأيكم في الناس الضد إنه البنت تغني إيش رأيكم في التراك إيش رأيكم في أدائها gangsta صح she was gangsta صح هذا واحد اثنين shout out شاوتات لمين؟ لمروان شاوتات لمروان يا سر يا سر بالله اسمع البيت فيه اللي كفيل وقل في صحني ليش الله يهديك عندي قبول عندي أصول عندي وصول عندي حلول عندي مهارة قلبي قوي ما لحد هي طاقة أو لحاقة حتى لو بطيارة فهديها بس قولي كيف تبغاها بس أنا هنا مدرسة لك رابي درس يلا على فصلك وجيب واجب البيت التوزيع 10/10 10/10 ودفاكس انه فكرة انه اجانب
عرفت عرفوا يمكسوا في هذا في التراك يعني داسا بلس وهكذا. وراني شاركم في التراك تراك سكول وكل شيء تراك كوينجي ما قصرت فيه فهمت علي، جابت لنا العرب طلعته من الكهف حقه فهمت علي، رجعنا اخيرا. غير كذا مبسوطين لكلاش وتطوراتها الحاصلة، صح لا صح لا، whether you like it ولا لا، التطور قاعد يحصل تطور صراحة، ونتمنى له كل خير. أظن بيحبوني الجمهور، والله العظيم ما قاعد أنافق، لكن مبسوط لكلاش أخيرا، يستاهل يستاهل إنه يوقع مع الشركات هذه عرفت. وأتمنى يدينا نفس يعني نفس الليفل حق التطورات، يعني مثلا وانا بروز بوم عمل كذا بنفس هذا افترماث فهمت علي، بوم كذا عمل كذا يساوي يطابق النتائج يعني او التطورات وهكذا. ورين شراكم في التراك كلامكم تحت في الشات في الشات في الكومنت، وكالعادة اذا عجبكم المحتوى تبع القناة وحاب انك تدعمني لا تنسى تسوي اللايك، تشترك في القناة، فعل زر الجرس، شو اسم لوف، كان معكم موديلا اوت.